السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري حاجة وقنا وحيتها هاي مسجد كوي دلك صوماليا مسجد كسبيس هي لو جدا مساجد كم واحدة بلن يعني ومساجد أدي دوين دل أدي أدو بلن أي كنت كن كران ما أنت عيشنا هلك كذا ومساجد أدي دو خوف من واحدة مساجد ك دلك إن صوماليا خاصة عاصمة دا مقدشو نلفيري إن شاء الله تعالى قال حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله حياتي مع الله يا جمال الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمل بالخير أت أخذ بدن وينين بدن يعني أولي إيماني ما أنت كهار إن مصر ليش أن جوجر ما شاء الله تعالى أدنى أفرح سنة هاي ما أنت ولو ماذا اللي دتك عندك ويا أنا كل ماي بس هاد كان التاريخ ذا عنك إذا نرى ذا ماشي إن داونا يسوق النوشة كي بزاك مو خيرا بسم الله أنت مسجد هو هذا سيدورة السعودي دار أهان بور فيصل بن عبد العزيز سنة كيلو لسنة وهي هاي اسمه سؤال بخو تضغط إلا وقت أد وظهر رأي إن بدنا نقمد وعيسان على أريدك بعد تجرتين صعب أي ما شاء الله وهي أنت تقدم بيوضنك الصومالي أيام عمو ليسي وقعان تكو هايسا مركي دولد أين عضي إلا هذا رقبة كسود ذلك ما شاء الله إلاك أول ها أنا كل لكن سؤال بحيث هاي الصومالي سالس عنه حافظ كستو مولا عمزي تغيزة كتاب مسجدك وينك بدل ما مسجد وين صومالي مية أم سوا نعم نعم مسجدك صومالي أقوى هو ما شاء الله أنت هذا اللقية بل واحد إلى الكيس أنا في القوة ما شاء الله إيش هذا مقابلني ستة خيبتها ما خيب دمك مية خيبتها أنت خيبت رئيسي قوي مواي أنت بعد هذا دمك مية ما شاء الله هذه اللي هو بعد أنا عيده أو كله ترجع دمك هو الله كله ترى عيب صار هذا كنت كذا عيب لما دمك أيه ما شاء الله. عرفت هذا الصوم رأوا حرف وقيا لنا وعرفت في أي بيدة هاد وهاي. صح عجيب. نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا الجلال نصوم نقوم ونحيا مع الله في كل حال نعمر بالخير الدنيا ونرضي بهذا